أهمية كبيرة بالفعل، لأنها تسمح بتكاثر أنواع كثيرة من نباتات ذات القيمة الإيكولوجية العالية، وبالتالي بعض الفصائل الحيوانية من مختلف دو ديفيرونت كلاس. دونك عندنا لي ماميفير، الثدييات، الطيور، البرمائيات، الزواحف إلى آخره. دونك مزامنة مع اليوم العالمي للمناطق الرطبة الذي يصادف 2 فبراير من كل سنة، لازم تعرفوا باللي عالميا نقوم بعملية إحصاء الطيور المهاجرة ضمن البرنامج الويت لاندز للمناطق الرطبة، التي هي منظمة عالمية غير حكومية، وهذا تعداد الطيور يكون عبر كل بلدان العالم. دونك هنا في الجزائر، وهذا لازم نعرفوا بلي هذا التعداد او احصاء الطيور يكون ما بين 15 جانفي حتى 30 جانفي. دونك حنايا عندنا برنامج منسق مع المديريه العامه للغابات، كاين ان ريزو ناسيونال تاع لي زوبسيرفاتور اورنيتولوجيك، يعني كاين ريزو فيه مختصين في هذا المجال من مختلف لي انستيتيوشن اللي تابعين لو سيكتور دي فوري، منهم لي كونسيرفاسيون محافظات الغابات، الحظائر الوطنيه والمراكز الصيد. دونك l'environnement aussi, la direction de le secteur de l'environnement, même les associations اللي عندهم يعني امكانيات يزودونا بها، voilà les qui sont versés dans le domaine de l'écologie يساعدونا بزاف même بلي موايان تاعهم. دونك هذا الاحصاء قلت لكم يندار ضمن برنامج محدد ونبداو كامل كيف كيف، علاش بوغ ايفيتي لو دوبل كونتاج، باسكو دي فوا يا دي جروب تاع لي زوازو دو قادرين نحسبوهم هنا، لو كان باغ اكزومبل جماعه وحده اخرى في نوتخ ولايه ما يحسبوهمش معنا، قادرين هذوك اللي كانوا عندنا راحوا ليهم. دونك سي بور سولا بوغ ايفيتي لو دوبل كونتاج نخدموا هذه الخدمه كاع مع بعض باش نعرفوا واش عندنا كثروات للطيور، ولازم وعلاش نحسبوا الطيور المائيه، هذا سي ان انديكاتور تاع ليتا دو سونتي دي زون هوميد. اذا حنا كيفاش نعرفوا بلي المناطق الرطبه تاعنا راهي مليحه وراهي في صحه جيده؟ لان دي زانديكاتور سي الطيور المهاجره، اذا لاحظنا بلي هناك تناقص نقص في عدد الطيور ولا في فصائل الطيور، دونك هنا يا بروبليم، على بالنا بلي كاين مشكل وعلاش هاد الطيور ما جاتش. دونك هنا نبداو نحوسوا الاسباب، قادره تكون راجعه للتغيرات المناخيه ولا لاسباب اخرى. اذا عمليه احصاء الطيور، في الاول نقوم بعمليه احصاء الفصائل، سيتادير اون دوا ايدونتيفي لي زيسبيس اللي عندنا في لا زون هوميد، دون شاك زون هوميد. لي زون هوميد هما فيها انواع مختلفه جدا، منها البحيرات كما هذه بحيره الضايه، منها ما هو طبيعي ومنها ما هو ارتيفيسيال كما لي باراج و لي روتوني كولينا، جينيرالمون يسون ارتيفيسيال، سيتادير الانسان هو اللي دارهم. مي نونباش نديرو فيهم عمليه الاحصاء باسكو نصيبو فيهم ثروات معتبره. دونك قلنا نقوم بعمليه تعداد الفصائل الطيور المتكونه من عائلات البط، مختلف البط، دونك لي زاناتيدي، عندنا لي ليميكول هما الطيور اللي عندها منقار طويل وارجل طويله، يعيشوا جينيرالمون في لي فازيير في لي زون هوميد، نصيبوهم في لو كوتي ليميتروف تاع لا زون هوميد. بعد ما نقوم بعملية تعداد كل فصيلة، دونك باغ اكزومبل نقولوا في هاد لا زون هوميد عندنا 15 فصيلة، الآن بالنسبة لكل فصيلة لازم نعرفوا شحال عندنا، باغ اكزومبل بوغ لو كانار كولفير اون دوا دينومبري كومبيان دو سوجي تاع لو كولفير، وإلا قدرنا نزيدوا نحسبوا عدد الإناث والذكور هذا أحسن، مي الظروف ما تكونش دائما مواتية، دونك المهم نقوم بتعداد عدد الطيور بالنسبة لكل فصيلة، هذا ديجا هو عمل كبير يتطلب يعني دي زيفور. من بين لازم نعرفوا كذلك انه لازم لنا وسائل كثير، يعني ما نقدروش نقوموا بها بعمليه احصاء الطيور هكذا برك، لازم لنا منظار يقولوا لها لا لونيت اورنيتولوجيك، هذه هي. دونك هي وسيله مهمه جدا، لانه هناك بعض المناطق الرطبه اللي تكون بعيده، يعني كيما لي باراج كامل ما نقدروش نشوفوا مليح انواع الطيور، هذه الوسيله تساعدنا بزاف في القيام بعمليه الاحصاء. دونك نقوموا بعمليه لو بالياج، اون فا بالي كاع لا زون هوميد اون ميم طون، رانا نحسبوا ونشوفوا شنو هما الفصائل اللي عندنا. هناك كذلك باغ اكزومبل بوغ لي ديبيوتون ولا عندهم اللي ما يعرفوش الفصائل، نستعملوا لو غيد
هذا لو كيد تاع الفصائل الحيوانيه يساعدنا بزاف سور تيرون ما نقدروش نخرجوا بلا به. دونك اذا كنا ماشي متاكدين ولا حنا نقوموا بعمليه لوبسيرفاسيون بعد هذا الكريتير دي ايدنتيفيكاسيون اللي نتاكدوا من الفصيله باش ما نعطوش معلومات خاطئه. دونك فوالا اون فوا تخلص هذه العمليه الاحصاء نقوموا بنعمروا دي فيش تكنيك افيك يكونوا لي بلو كومبليت بوسيبل منهم الساعه اليوم اللي قمنا فيه الساعه حاله الطقس كيفاش تكون لي كوردوني جيوغرافيك تاع كل منطقه رطبه وبيان سور عدد الفصائل المحصات وعدد لي سوجي بالنسبه لكل فصيله. وهذا العمل نقدموه بيان سور للمديريه العامه للغابات اللي هي بدورها راهي رايحه تلايم كاع المعلومات على المستوى التراب الوطني وتبعثهم للبرنامج العالمي اللي هو الويتلاندز. وهذا يعني يسمح لنا باش نعرفوا كما قلت لكم صحه اللي نتابعوا صحه المناطق الرطبه. اذا من سنه الى اخرى نقوم بعمليه مقارنه اسكو زادوا هذه الفصائل ولا نقصوا ولا تعطينا اون انديكاسيون سور ليتا دو سونتي دي زون ليميت. فوالا هذا واش عندي باش نقول لكم على الطيور المهاجره. اذا كانت هناك اسئله او استفسارات تفضلوا بهم. Visuellement, on fait un balayage. Par exemple, il y a un barrage, nous sommes en secteur, où nous sommes l'extrémité, nous sommes en secteur. horizontalement ورانا جايين ورانا نحسبوا اون ميم طون كي يكون العدد كبير كاين دي كونتور مانويل سيتادير او ليو دو فير ان دو تخوا باسكو يتخلطوا لنا كي يكونوا بزاف دونك نستعملوا هذاك لو كونتور مانويل سون بارلي باسكو اون ريسك دو سو ترومبي ودي فوا كيسكو اون في كي يكون العدد هائل ما نحسبوش ميم با بالواحد زعما بالعشره باغ اكزومبل شاك 10 اون ابوي اون فوا ابخي اون ملتيبلي بار 10 بور كونيتر لو نومبر اكزاكت. وي على ليشيل ناسيونال يا دي كوميسيون de dénombrement qui se font dans chaque wilaya. Donc il y a, pour chaque wilaya, il y a un chef de groupe. On bat à l'échelle de chaque région ou les sous-régions, il y a le chef de région. Vous avez une hiérarchie, le bureau des zones humides, vous modérez de la malrabat. Voilà. فترة صباحية مع محافظة الغابات كانوا ديجا في مهمة عمل من أجل إحصاء يعني الطيور المائية الموجودين بواد شفا. إذا وكي كملوا العمل تاعهم راهم جاو لهنايا باش يساهموا معنا في إحياء هذه التظاهرة. وكذلك ما يخفيكمش كذلك نستغلوا هذه الفرصة أننا نقول لكم باللي أنكم موجودين بهذا المكان يعني راكم داخل محمية الحظيرة الوطنية للشريعة. إذا هذه الحظيرة التي تتوسع على مساحة تقدر ب 27,687 هكتار. إذا هذه المساحات يعني والحظيرة تقع على سلاسل جبال هذا الأطلس البوليدي من منطقة حمام الوان حتى هذه المنطقة يعني آخر منطقة الغربية الموجودين فيها هنا. والبحيرة هذه تدعى ببحيرة الضايا أو كل واحد واش يعيط لها يقولها بحيرة تمزقيدة. إذا هذه البحيرة تقع على رانا في ارتفاع 1230 متر على مستوى سطح البحر. إذا جينيرالمون نلقاو البحيرات يعني بريسك أو نيفو دو لامير يعني على مستوى سطح البحر، ولكن نقدر نقول عندها طابع يعني جبلي. إذا موجودة في هذا الارتفاعات. اليوم راهي المساحة تاعها قليلة نظرا لعدم يعني نقولوا تهاطم الأمطار وغيرها، ولكن في حين ما تكون الأمطار يعني غزيرة وتكون يعني نسبة التساقط كثيرة، إذا تمتلئ حتى المساحة مساحة تقدر حتى 2 هكتار حتى 3 هكتارات. وكل المياه يعني ما تبقاش متراكمة، ولكن هذه المياه راهي تروح للمياه الجوفية وكذلك تغذي مناطق يعني تاع السهم تيجا عين الرمانة وغيرها من المناطق الموجودة في سفح الجبل. وكذلك الحظيرة تاع الشريعة حاليا يعني احصينا 1839 نوع نباتي وحيواني، وهذا بفضل يعني كل الجهود من طرف الاعوان او طلبة الباحثين اللي يجوا يزاولوا الدراسة تاعهم هنا في المنطقة هذه. كل واحد واش عنده موضوع ما مختص فيه سواء طيور او نباتات او حيوانات او برمائيات، يعني عدة اختصاصات في هذه المجالات.
وكذلك تنقسم الى ثلاث قطاعات، القطاع اللي رانا فيه تاع حمدانيه، وقطاع شريعه، وقطاع حمام الوان. وكل قطاع عنده طابع سياحي وطابع ايكولوجي وطابع يعني بيولوجي اللي فيها. وكذلك ما يخفلكمش ان الحاضره الوطنيه الشريعه راهي مصنفه كمحميه عالميه من نوفمبر 2002. هي درك محميه عالميه تبع الماب، يعني مان اد بيوسفير، يعني راهي دون ريزيرف دو بيوسفير. اذا فنستغل الفرصه كذلك ان هذا الجمع الكريم كل الحضور، جمعيات، مدارس ابتدائيه او عائلات كلها، يعني نقول بلي انكم في فضاء طبيعي، فضاء محمي. هذا الفضاء الذي ما نسيبوش في دول العالم اخرى، يعني خاص ب يعني تفتخر به الجزائر تاعنا. اذا لازمنا نحافظوا على كل ما هو موجود سواء نبات او حيوان، باش نخلو هذا الطابع الايكولوجي، هذا التوازن الطبيعي هذا اللي نخلوه للاجيال اللي راهي جايه. وكذلك نستغل الفرصه اننا ما نبحثوا بحث علمي، بحث لازم نعرفوا هذوك الاشياء بطريقه علميه، ما نقولوش باللي عندنا زاوش ولا عندنا هذه ولا عندنا هذه، لكن نشوفوا الاهميه العلميه تاعها والاهميه الايكولوجيه تاعها والاهميه اللي راهي في التوازن الطبيعي. ربي سبحانه خلق لنا كل حاجه هذه موزونه، ولكن لحقنا واحد الوقت ان نقول ان الانسان اللاواعي الذي لا يعرف قيمه الطبيعه انه اصبح يساهم في اختلال هذا التوازن الطبيعي. احنا نسيو ما نخلوش هذا الاختلال ان شاء الله، نتكاتفوا كل الجهود، المعلومه اللي اداها اليوم واحد يخليها لواحد اخر، وكذلك تكون تواصل بين يعني هذه المعلومات تواصل الى الفئات الاخرى ان شاء الله، باش نخلوا هذا الاوساط الطبيعيه يعني كغرض علمي، كغرض يعني نقدر نقول ان هذه المنطقه عندها غرض سياحي، غرض ايكولوجي. اذا نخلوها كطبيعه تاعها، وان شاء الله يعني نكون ما نطولوش عليكم. اذا نشكركم جزيل الشكر على هذه الحضور تاعكم، والسلام عليكم. صلاح نقولوا في المستوى. Hala, hala, hala.